السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في نشرة الأخبار من قناة طيبة، والبداية بالعناوين. الجامعة العربية عودة حمدوك باتت وشيكة، وبناوي يقول لا توجد أي قوات تتبع لي على الأراضي الليبية. الدعم السريع يقول مجموعات تنتحل صفة قواتنا للاعتداء على المواطنين، وشرطة ولاية الخرطوم تشكل لجنة في أحداث 17 من نوفمبر. دكتور عبد الحي يوسف يقول سفك الدماء أو الإعانة على سفكها من أعظم حرم الإسلام، والدكتور محمد عبد الكريم يقول على العقلاء التدخل لوقف القتل وتحكيم الشرع والعقل. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد السفير حسام زكي الأمين العام المساعد للجامعة العربية أن التسوية بين المكون المدني والعسكري في السودان شارفت على الانتهاء، وأن حمدوك سيعود مجددا لرئاسة مجلس الوزراء، وأن ذلك بات وشيكا. وفي ذات السياق قالت مندوبة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة ليندا توماس إن واشنطن تعمل بقوة لإعادة رئيس الوزراء المعزول عبد الله حمدوك للحكم، وأكدت أن واشنطن منخرطة بشكل جدي في الوضع في السودان، مضيفة لقد طلبنا من الجيش إعادة رئيس الوزراء حمدوك إلى منصبه كرئيس وزراء. نفى رئيس حركة تحرير السودان مني أركوم الناوي وجود قوات تتبع له في ليبيا، وقال مناوي في تصريح صحفي إن كل قواته موجودة في إقليم دارفور، مضيفا أن على الخرطوم التعاون مع المجتمع الدولي لإخراج أي قوات سودانية موجودة في الأراضي الليبية. جدير بالذكر أن لجنة عسكرية مشتركة وضعت خطة لإخراج مرتزقة أجانب يقدر عددهم بنحو 20,000 مقاتل حسب إحصائيات الأمم المتحدة. اتهمت قوات الدعم السريع مجموعات بانتحال صفتها وارتداء زيها للاعتداء على المواطنين تنفيذا لأجندة شخصية مخطط لها، وأكدت أنها تتعامل مع هذه المعلومات وظواهر الانتحار بكل حسم. وقال الناطق الرسمي لقوات الدعم السريع العميد ركن جمال جمعة في تعميم صحفي إن ظاهرة ارتداء زي الدعم السريع والقيام بأعمال تتنافى مع واجبات القوات وتسيء لها وشحن المواطنين بمعلومات سالبة ضد القوات النظامية خاصة الدعم السريع، وتم تدوين العديد من البلاغات. وأكد جمعة أنه منذ تطور الأحداث الأخيرة تقوم الدعم السريع بواجباتها ضمن قوة مشتركة من الشرطة والقوات المسلحة، ولا تعمل منفردة مهما تطورت الأحداث وتغير ظرف العمل. قال مدير شرطة ولاية الخرطوم الفريق زين العابدين عثمان إن الشرطة شكلت لجنة مع النيابة للتحقيق حول الإصابات والوفيات واتخاذ كل الإجراءات مع أي فرد من الشرطة اعتدى على مواطن. ونفت قوات الشرطة استعمالها للسلاح الناري في مواجهة المتظاهرين، وأنها تستعمل المعدات المتاحة والقانونية من غاز مسيل للدموع ومعدات فض الشغب. من ناحيته قال المدير العام لقوات الشرطة الفريق أول خالد مهدي إبراهيم في مؤتمر صحفي أمس إن الشرطة لا تستعمل أسلحة نارية، وأنها تستعمل معدات قانونية معروفة عالميا وقانونية، وأن التحري والتحقيق جار لمعرفة من يطلق النار. وأوضح مهدي أن الشرطة تعمل بمهنية عالية ولا تألو جهدا في المحافظة على سلامة المتظاهرين، وأنه قد تحدث بعض الحالات والإصابات والوفيات، ولكن في المظاهرات والمسيرات الأخيرة ظهرت في وسائل الإعلام أخبار وفيديوهات وأرقام لوفيات غير دقيقة وغير صحيحة. لسلامة المواطنين ولعدم أو حدوث أي تفلت تحرص عادة قوات الشرطة في تسليحها أو تشغيل قوات فض الرهارات أو حماية المسيرات، يعني يكون التسليح تسليح مدني بمعنى أنه يعتمد في الأساس على الغاز المسيل للدموع بأنواعه المختلفة. طبعا هنالك بعض الفيديوهات تصير أن أفراد الشرطة يحملون البنادق وكذا، هذه البنادق هي بنادق قرطوش لإطلاق قراطيش الغاز المسيل للدموع، وهي من غرب واضحة للعيان، لكن يتم تصويرها من بعد وتبعيدها بالكاميرات لتعطي الاشتباه بأنها سلاح ناري. عموما أكد أن الشرطة أصلا في ترتيبها وتنظيمها وعملها المهني والفني لا تعلو جهدا في أن تحافظ على سلامة المظاهرين أيا كان هدفهم وأيا كان هدف المسيرة أو غيره. تحدث
بعض الحالات، تحدث بعض الإصابات، تحدث بعض الوفيات في المسيرات وفي غير المسيرات. في المسيرات الفترة الأخيرة يعني أصبحنا نشاهد أرقام للوفيات في بعض القنوات الفضائية، في حين أنه في الواقع أو حتى على لدينا كاميرات تراقب معظم مناطق العاصمة، في الواقع تكون هناك ليس هناك مسيرات حتى موجودة على الأرض أو هي أعداد محدودة ولم يتم التعامل معها بواسطة أفراد الشرطة أو قوات الشرطة، وتصدر بيانات الوفيات والإحصاءات غير الدقيقة. ما نود أن نؤكد في هذه السانحة أن سجلات الدولة الرسمية للوفيات سواء كان في المسيرات أو في الأحداث أو في حوادث المرور أو في النزاعات أو في غيرها هي سجلات الشرطة، وهي المرجعية التي تستند عليها المحاكم ولجان الصلح ولجان التسويات وغيرها من الجهات التي تتعامل مع مثل هذه الأشياء. ولذلك ولفائدة الحضور ولفائدة المستمعين نقول أن الإجراءات أو إحصاءات الوفيات والأحداث تبدأ بأقسام الشرطة بالبلاغات. في حالة الوفيات تبدأ الإجراءات بورنيك 8 جناية يصدر من قسم الشرطة المعني أو من نقطة الشرطة الموجودة في المستشفى الحكومي الذي نقلت إليه جثة أو الجثمان. بعد أن تتأكد الوفاة يصدر أمر بالتشريح من وكيل النيابة المختص في دائرة الاختصاص المكانية. هذا الأمر بالتشريح يسحب الجثة إلى المشرح، يقوم الطبيب الشرعي بتشريح الجثة وتحديد سبب أو أسباب الوفاة، بمعنى أن المشرحة لا تستلم أي جثة دون أمر التشريح، ولا بمعنى آخر لا يقوم أي طبيب بتحديد سبب الوفاة، بل الطبيب الشرعي المختص المعين لهذا الغرض. في بعض الحالات يكون هناك أكثر من طبيب. وفي ذات السياق أكد مدير عام قوات الشرطة أن استخدام السلاح الناري محل تحقيق وتوثيق، وأنهم يعملون على كشف الحقائق، مشيرا إلى أن الأحداث الأخيرة تعدى فيها المتظاهرون على قوات الشرطة بالحجارة وأن التدريس في الشوارع مخالف للقانون. وأشار مدير الشرطة إلى أن هنالك تعديا دون مبرر على أفراد وأقسام الشرطة بمختلف محليات الولاية، وأن الشرطة تعمل على تأمين الممتلكات العامة والخاصة، وأن المظاهرات يوجد فيها أطفال، داعيا القائمين على المواكب لإبعاد الأطفال عن المظاهرات وعدم استغلالهم. الدم السوداني غالي، وقبل ذلك دم الإنسان، وتكرمنا الإنسان، والقرآن قال لا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. نحن أصلا لا نبرر القتل ولا من أي جهة كان، وواجبنا أن نمنع القتل ونحكي ونستوصل من الجهة التي قامت بالقتل أو بارتكاب أي جريمة كان، هذا واجبنا الذي يعني نعمل عليه ليل نهار ولا نتأخر في القيام به أصلا. أنا قبل ما أختم دار أقول أنه زي ما أسلفت أنه الإعلام ده شريط أصيل معنا وطليع من طلعين أو نعتمد عليه كثير، لأنه يعني يوضح الرأي، يوضح للرأي العام الحقيقة المجردة. وفي ظروفنا الآن نحن الدولة الآن في حالة طوارئ أولا كما أسلف الإخوة، وحالة الطوارئ لديها تبعاتها ولديها مآلاتها وفيها من الإجراءات الاستثنائية الكثير. في حالة القوارب قد تقفل بعض الطرق، قد تقفل بعض الجسور، قد يمنع الاقتراب من بعض المواقع أماكن الخلافة. هذه أوامر تصدر موجب قانون القوارب وحالة القوارب واسطة لجان أمن الولايات أو المحليات أو أي جهة كانت مختصة، وينبغي على الجميع الانصياع لذلك. ما يأتي بالاحتكاك ويأتي بين الشباب وبعض وحدات الشرطة هو عدم دراية هؤلاء المخالفة القانونية التي يرتكبونها. واحد
النقطة الثانية عدم يعني اعتراف بواقع الحال، حالة الطوارئ، إما يعرضهم للاحتكاك مع قوات الشرطة أو يستخدم معهم القوة السلمية وتعرض بعض منهم للقبض وتقديمهم للمحاكمات وفقا للقانون. وأنا الشرطة لا تعمل بدون قانون، الشرطة تعمل بدون قانون، الشرطة ليس لديها معتقلات سلمية، ليس لديها أعمال سلمية، والشرطة كلها معلنة ومتاحة وتحت رقابة النيابة والقضاء، وتحريات الشرطة متاحة للجميع، ومتهمين الشرطة موجودين في الأقسام. يعني من يرى أنه لديه ظلام أو الشرطة ظلمته يستطيع أن يتقدم بشكواه للنيابة وللقضاء وحتى للشرطة نفسها. فنحن أصلا قياداتنا وأقسامنا لا تتأخر في إلحاق العدالة وأخذ الحق لكل ذي حق. أنا برضو يعني بأكد تاني أن إخواننا هنا نحرص أن نمول المعلومات الصحيحة والدقيقة. نمول المعلومات الصحيحة والدقيقة أولا عشان نحفظ حقوق الضحايا، وثانيا عشان نظل ما نعمل رأي عام سالم ونعمل شرح كبير بين الشعب وقواته. إخواننا هؤلاء الأفراد يعملون ليل نهار، يسهرون الليل في الشمس النهار في البرد في الليل، يعانون الأمرين، أنتم تعلمون حل المرتبات على مستوى الدولة، تعلمون الوضع الاقتصادي خلاف خلاف في كل هذه الظروف القاهرة، يعمل هذه القوات تعمل دون كلل أو ملل، باعتبار أن هذا واجبها. في التسجيل رأيت شرطي مصاب وينزف يطلب عربية عشان يأتي واجب، آخر يطلب مهمات عشان يأتي واجب، والكثير الكثير هذا ليس مقرر. قلنا يعني في بعض اللي أنا مر علي لايف زول مشهور يعني ما في داعي لذكر اسمه، بيتكلم عن أنه هو استوثق ومصادر موثوقة ومؤكدة أنه عرف أنه سيد وزير الداخلية سالف سيد الفرعون عز الدين اعتقلوا في الإغامة الجبرية واعتقلوا المدير العام. وكلام يعني أنت لما تسمعه، أنا شخصياً ذاتي قربت أصلي مع أنه أنا مدير العام ذاتي، وسيد وزير الداخلية دبعتي وصاحبه جاري، الفرق بيني وبينه أنه هرت أحنا في بيته وأنا ليه شهر ما شفت الإدرس. فأخوانا أنا ذا كلامنا مناسبته أنه دائرين الاستيساء والصحة، يعني ما أي كلام الزول يقوله. يعني سيد معلي كرم الله يقول اتبع الحق تعرف أهله، ما في لا أنت قال كلامه أنا صح. نحن نستوصف من معلومات من كلام، وإحنا متاحين أخوانا لأي معلومة. أي أخوانا إحنا أسلفنا أن السجلات الرسمية للوفيات والإصابات هي سجلات الشرطة في أي دائرة اختصاص. قال لكم في وفاة في كده، أرجعوا للسجلات الشرطة في القسم المعني في المحافظة في الولاية المعنية أي كان، لازم تفرعوا الكلام عشان تجيبوا بيانات صحيحة ودقيقة. المسيرات من حيث هي طبعا أمر سياسي، لكن لما تطلع من السياسة تخش في الأمن بيبقى شأن أمن، ولذلك بتتعاون مع لجان أمن المحليات ولجان أمن الولايات. القرار في الحتة دي أنا والله إذا شأن سياسي يؤثر على الأمن ولا ما يؤثر، ويتعامل معه شكل التعامل معه ده تحدد كل حالة بحالتها، وتحدد قرارات لجان الأمن سواء كان على مستوى القطر من مجلس الأمن القومي أو على مستوى لجان أمن الولايات. كل حالة تغير بحالتها وبيصدر فيها قرار. الشرطة دوري هنا بيبقى بينفذ القرار بتاع الجهة السلطة التنفيذية، يعني مع استصحاب القانون ووجود النيابة. شكرا. أكد الشيخ دكتور عبد الحي يوسف أن أعظم حرمة في الإسلام هي حرمة سفك الدماء أو الإعانة على سفكها أو تبرير ذلك. وقال الشيخ عبد الحي خلال خطبة الجمعة إن الذي يشجع الشباب على التظاهر وهو يعلم أن فيها سفك للدماء هو شريك في الحرام، داعيا الشباب إلى التعقل وعدم الانجرار وراء الأحزاب العلمانية والشيوعية التي ما جاءت إلا لحرابة الدين والعمالة للأجنبي على حد قوله. جملة من الحقائق الشرعية التي لا بد من التذكير بها، أولاها
وهذا الكلام للجميع، للحاكم والمحكوم، للكبير والصغير، للذكر والأنثى. أولى هذه الحقائق بأن من ورطات الأمور التي لا مخرج منها أن يسفك المسلم دما حراما، أن يقتل نفسا معصومة، أو أن يعين على ذلك، أو أن يبرر له، أو أن يحض عليه. قتل النفس حرام، فإن ربنا جل جلاله قد توعد على ذلك فقال: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. قال المفسرون: فكأنما قتل الناس جميعا. لماذا؟ لأن من يقتل مؤمنا واحدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ولو أنه قتل الناس جميعا ما زاد على ذلك، فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. مباشرة القتل حرام، الإعانة على القتل حرام، التحريض على القتل حرام، وكذلك من يشجع الشباب على الخروج في مهلكة وهو يعلم بأنه قد يترتب عليها سفك دماء وانتهاك حرمات فقد وقع في الحرام. ثانيا، وجه الخطاب للشباب: يا من تخرجون في المظاهرات، يا من تعرضون أنفسكم للمهالك، ماذا تريدون؟ ماذا تريدون؟ أتريدون عودة رئيس وزراء قد رضي بالعلمانية وذهب فوقع عليها على فصل الدين عن الدولة؟ أتريدون أن يرجع وزير قد أعلن بأن شرب المسكر ثقافة اجتماعية؟ أتريدون أن يرجع وزير شؤون دينهم ذاك الذي أعلن من أول يوم أنه جاء للبحث عن عبدة الأوثان، وأنه يدعو اليهود للرجوع إلى السودان، وأنه يدعو الشيعة الروافض من أجل أن ينشروا مذهبهم، وما سعى في مصلحة لدعوة ولا دين، وإنما كل ما يخرج من فيه يقض مضاجع المسلمين ويؤذي مشاعرهم؟ أتريدون أن يرجع الفقر والإملاق والعمالة للأجنبي وأن تكون أسرار الدولة كلا أن مباحة؟ في أي شيء تخرجون؟ وفي ذات السياق، أكد رئيس تيار نصرة الشريعة ودولة القانون الشيخ الدكتور محمد عبد الكريم أنه لا توجد في الشريعة حرمة أعظم من حرمة سفك الدماء. وقال الشيخ عبد الكريم خلال خطبة الجمعة إنه لا مبرر لسفك الدماء المحصومة، داعيا عقلاء السودان إلى التدخل لوقف القتل وتحكيم الشرع والعقل والاجتماع على كلمة سواء. إن حرمة الدماء حرمة ثابتة في الإسلام، وليس ثمة شيء من السياسة أو المقاصد تبرر إراقة دم إنسان واحد كائنا ما كان. ولكن كيف نأخذ من هؤلاء القتلة؟ كيف يكون القصاص من هؤلاء القتلة حتى لا يكون أن يكون هذا الملف قميص عثمان الذي يلوح كل أحد به حتى يقع الناس في الفتنة الكبرى وفي الأزمة الكبرى التي لا يخرجون منها أبدا؟ إن هذه القضية، قضية القصاص من القتلة، لا تتأتى إلا بتحقيقات من جهات مأمونة عادلة. وكيف سنأتي بهذه الجهة العادلة؟ من هذه الجهة العادلة التي يأتي بها الشعب إذا 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 انضم بعضه إلى بعض، وإذا اختط لنفسه وفاقا واتفاقا يجتمعون على كلمة سواء؟ أما مع الفرقة والنزاع، أما أن كل واحد من هؤلاء يريد السلطة على عجل، فإننا لن ننتهي من هذه الدوامة التي هي دوامة ملف الشهداء، بل سيكثر الشهداء مرة تلو مرة، وفي كل واقعة وكل فتنة. هذا نداء من القلب أوجهه إلى الناس جميعا: أوقفوا القتل وأحكموا الشرع والعقل،
أوقفوا القتل وحكموا الشرع والعقل. إن لم نفعل هذا، إن لم نحكم الشرع والعقل، إن لم نعد إلى كلمة سواء، فإن هذا القتل لن يتوقف. ولا أريد أن أبشر بسوء. وصف مسؤول أمريكي يرافق وزير الخارجية أنتوني بلينكين في جولته الأفريقية الوضع في السودان بأنه في لحظة حرجة، وعبر عن شعور إيجابي بشأن المحادثات الأخيرة التي أجرتها مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية للشؤون الأفريقية مولفي بالخرطوم. وذكر المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن اسمه أن المهم بالنسبة لنا هو العودة إلى الانتقال الديمقراطي، وحدد المسؤول الأمريكي مشاكل إضافية بحاجة للمعالجة في السودان. هل هو تباطؤ في الإجراءات أم ثمة شيء آخر يجري إعداده في مطبخ السياسة؟ سؤال ظل ملازم لمرحلة ما بعد تصحيح المسار. تصريحات متضاربة بخصوص من ستؤول إليه رئاسة الوزراء. فالمكون العسكري يرحب تارة بعودة حمدوك لقيادة حكومة مستقلة، وتارة أخرى تخرج أنباء عن تجاوزه وأنه خارج ميدان السياسة. الأزمة تلقي بثقلها على السودان، ومعها تتعطل بوصلة الحياة السياسية، ولا يزال التباحث جاريا حول اختيار شخصية رئيس الوزراء، وكأنها عقبة كؤود تواجه ساسة البلاد. الأيام الأخيرة جرى الحديث عن التوافق على شخصية هنود أبي كادوف ليكون بديلا عن حمدوك، وأنه الأوفر حظا من بين المرشحين، إلا أنه لم يتم الإعلان عنه بشكل رسمي رغم التوافق على تكوين مجلس السيادة وانعقاد جلساته. الفراغ الدستوري الذي خلفه منصب رئيس الوزراء ملئ بالعنف والتصعيد الداخلي والتدخل الخارجي، ومعه يجر البلاد إلى المجهول. فالقوى المعارضة لإجراءات 25 أخذت تؤجج الشارع وتصعد من لهجة خطاب العنف والدعوة إلى العصيان المدني، إذ شهدت العاصمة الخرطوم في 17 من نوفمبر احتجاجات للمطالبة بالتحول الديمقراطي. تلك الاحتجاجات خرجت عن سلميتها بسبب المتفلتين، أسفرت عن صدامات بين المحتجين وقوى الأمن، نتج عنها وقوع قتلى وجرحى حسب بيان قوات الشرطة، ليعقبه مؤتمر صحفي لقوات الشرطة لبيان ملابسات الحادث، حيث أفادت بتعرض أقسامها لهجوم من قبل المحتجين ووقوع إصابات بليغة بين أفرادها دون ذكر وقوع قتلى وجرحى. ووجهت أصابع الاتهامات لجهات لم تسميها باستهداف المتظاهرين. يرى مراقبون للمشهد السياسي أن هناك جهات سياسية مستفيدة من إراقة الدماء وتصعيد العنف، يصعب معها الوصول إلى تسوية مرضية لجميع الأطراف. شد وجذب وفراغ دستوري يمضي بالبلاد نحو المجهول، ولا أحد يأبه بما يجري سوى التباكي في الإعلام على الوطن وشبابه دون عقد صلح أو توافق. يمضي بالبلاد إلى بر الأمان، وكأن لسان الحال يقول: لا يخدعنك هتاف القوم بالوطن، فالقوم في السر غير القوم في العلن. خاطب رئيس الفيدرالية الأفريقية للصحفيين رئيس الاتحاد العام للصحفيين السودانيين الصادق الرزيقي حفل تدشين التقرير الأول لأوضاع حقوق الإنسان في السودان. وأضاف الرزيقي أن الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت في حق الصحفيين في السودان وتجميد الجسم النقابي الذي يدافع عن الصحفيين وحرمان الصحفيين من التسهيلات التي كان يوفرها الاتحاد العام للصحفيين السودانيين من تأمين صحي وخدمات السكن وغيرها، منوها إلى أن رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك نقص بتعهداته عقب توقيعه على التعهد الدولي لحرية الإعلام وحماية الصحفيين على هامش اجتماعات الأمم المتحدة في سبتمبر من العام قبل الماضي، وأن حكومته أقلقت العديد من الصحف والقنوات وشردت عشرات الصحفيين العاملين في حقل الإعلام العمومي. أصدر والي ولاية جنوب دارفور المكلف حامد محمد التجاني هنون قرارا بتعيين مديرين تنفيذيين لمحليات الولاية. ويأتي قرار الوالي بتعيين المديرين التنفيذيين في إطار تجويد العمل بمحليات الولاية وصد النقص في الكوادر المديرين التنفيذيين، فيما وجه القرار الأمين العام للحكومة وكافة الجهات المعنية بالعمل على تنفيذ القرار فورا. قفز سعر لتر البنزين من 320 جنيها إلى 362 جنيها
كما زاد سعر لتر الديزل من 305 جنيهات إلى 347. وتفاجأ المواطنون بارتفاع كبير في سعر لتر البنزين، وتعد هذه المرة السابعة التي ارتفع فيها سعر الوقود خلال العام الجاري. وسبق أن تم رفع الدعم كليا عن الوقود، يجدر بالذكر عودة الصفوف الطويلة للسيارات المتكدسة أمام محطات الوقود وسط مخاوف من زيادة تعرفة المواصلات العامة، مما يشكل عبئا ثقيلا على المواطن السوداني. أعلن أمين عام الحكومة بولاية نهر النيل أسامة مجذوب بابكر عن دعمه لجامعة شندي وتوفير الظروف الملائمة لها حتى تعطي مخرجات مفيدة. وأكد بابكر التزامه بتوفير الخدمات الضرورية والمساهمة في استقرارها. جاء ذلك لدى لقائه البروفيسور حاج حامد عبد العزيز محمد الأمين مدير جامعة شندي بمكتبه بإدارة الجامعة بمدينة شندي ضمن زيارته لمحلية شندي، وأعرب عن سعادته باستقرار النشاط الأكاديمي بالجامعة. أكد المدير الطبي لمستشفى الضمان بمروي مصعب الناصر التزامهم بتقديم خدمات متكاملة للمواطنين داخل وخارج الولاية. وقال المدير الطبي في تصريح لسونا إن المستشفى ترفع شعار منح السفر للمواطنين للاستشفاء خارج الولاية، مبينا توفير كافة الخدمات الطبية بالمستشفى والتي تشمل العلاج المجاني بالكيماوي لمرضى السرطان وقسطرة القلب وغسيل الكلى، بالإضافة إلى وجود معمل لبنك الدم تم تهيئته بكافة المعدات، لافتا إلى استفادة المحليات المجاورة من خدمات المعمل خلال انتشار مرض الحمى النزفية. أشاد مدير عام قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية البحر الأحمر إبراهيم مالك الناصر بجهود المنظمات الإنسانية المتواصلة في دعم قطاع الصحة وتغطية الاحتياجات الخدمية بالولاية. وعبر الناصر عن تقديره للمنظمات خلال الاجتماع التنسيقي لها، وتطرق اللقاء لتنوير حول الأنشطة وخطط عمل المنظمات للفترة القادمة، وناقش الوضع الوبائي العام بالولاية. أعلن رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان إن الهيئة الدولية لم تتخذ أي قرار حول تعزيز عدد قواتها على الحدود بين شمال وجنوب السودان، إلا أنها قامت بإعادة انتشار لقواتها في بعض القطاعات الحساسة مثل منطقة أبيي المتنازع عليها. وقال هايلي من كريوس خلال مؤتمر صحفي: رغم إعراب مجلس الأمن والأمين العام عن استعدادهما للنظر في دعم إضافي لمواجهة المخاوف الأمنية، إلا أنه لم يتخذ أي قرار حول إرسال قوات إضافية. ويأتي هذا التوضيح بعد احتجاج الحكومة السودانية على تصريحات المسؤولين الدوليين حول هذا الأمر ورفضها نشر قوات على حدود الشمال والجنوب دون الحصول على موافقة السلطات المختصة، واعتبرت ذلك بمثابة تدخل في سيادة البلاد. بحث المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي جيفري ليف فيتلمان مع وزير الخارجية الأثيوبي ديميجيك مكونن سبل وقف إطلاق النار بين القوات الحكومية والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي. جاء ذلك خلال اجتماع فيتلمان ومكونن في عاصمة أديس أبابا وسط ضغوط دولية متزايدة على الحكومة والمتمردين لإعلان وقف غير مشروط لإطلاق النار والجلوس للحوار. وقال متحدث وزارة الخارجية الأثيوبية السفير دينغا مفتي إن محور النقاش مع فيتلمان كان النزاع المسلح الذي دام عاما بين القوات الأثيوبية والمقاتلين الموالين للجبهة الشعبية لتحرير تيغراي. أعلنت الأمم المتحدة إطلاق سراح 6 من موظفيها وسائقي الشاحنات الإنسانية 70 المحتجزين في إثيوبيا. جاء ذلك وفق ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في مؤتمر صحفي عقده بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك. وقال دوجاريك: يزعدني أن أبلغكم بأن 6 من موظفين الأمميين المحتجزين في إثيوبيا تم إطلاق سراحهم، ويتبقى 5 موظفين آخرين وأحد المساعدين رهن الاحتجاز. نهاية النشرة. هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. الجامعة العربية: عودة حمدوك باتت وشيكة، وبناوي يقول: لا توجد أي قوات تتبع لي على الأراضي الليبية. الدعم السريع يقول: مجموعات تنتحل صفة قواتنا للاعتداء على المواطنين، وشرطة ولاية الخرطوم تشكل لجنة في أحداث 17 من نوفمبر. دكتور عبد الحي يوسف يقول: سفك الدماء أو الإعانة على سفكها من أعظم حرم الإسلام. والدكتور محمد عبد الكريم يقول: على العقلاء التدخل لوقف القتل وتحكيم الشرع والعقل. شكرا لطيب المتابعة. إلى اللقاء.